معايا النهارده شبكه الامارات نيوز منورانا. ميرسي يا روحي، وانت كمان يا حبيبتي. الف مبروك على فيلم حليم وتجربه جديده روان فستاني، ما عايزاك تكلمينا عنها، وخصوصا ان روان كانت مقله في الفتره الاخيره من اعمال السينما علشان تختار ادوار معينه، وانا عارفه ان انت دايما بتختاري الادوار المركبه شويه. كلمينا عن الفيلم وعن دورك. الفيلم هو لايت كوميدي، انا بعمل الخط الدرامي فيه زي ما انتم عارفين، انا بحب الدراما قوي. ده الفيلم ده اول مره العب في فيلم كوميدي، وبس بعمل فيه برضو الخط دوت. الفيلم حلو قوي، انتاج سخي صارفين على الفيلم، ودي حاجه بتريح الممثل طبعا لما يكون الانتاج اللي معاكي في ظهرك مش كاجر. طبعا انا بكلمك صرف على الانتاج. الكوميديا بقى اللي هي اللي احنا كنا بنحبها زمان ديت، مش الكوميديا بقى الاستخفاف والشعبي والجوده. فيعني يا رب يعجبكم ان شاء الله، يبقى حاجه جديده. يعني مين يا عن دورك في الفيلم؟ دوري انا طالعه بنت غلبانه، جاره مدام دينا واستاذ طلعت زكريا وريم البارودي ونرمين ماهر، طلع صاحبتي في المستشفى واحنا جيران. بتحصل لها مشاكل وظروف ماديا، بيقفوا جنبها وهم كمان بيحصل لهم مشاكل، هي بتقف جنبهم. طلع مامتي مدام عفاف رشاد، الست الغلبانه المنكسره اللي البنت اللي بتصرف على امها. بس يعني فحاجه كويسه شدك في الدور، خاصه ان انا عارفه ان روان دايما بتختار ادوار يمكن ما عملتهاش قبل كده. الدور انا دايما بحب الحاجات الانسانيه قوي، يعني دايما حتى لو بصيتي في اي حاجه انا عملتها كان كل ادواري حاجات انسانيه، فده اللي شدني بصراحه. يعني قوليلي كرو شايفه ازاي، يمكن معاكوا كوكبه كبيره من النجوم طبعا على راسهم النجم الجميل طلعت زكريا، شايفه بقى التجربه معاهم عامله ازاي؟ بالعكس مبسوطه جدا، واستاذ زكريا من اول الناس اللي رشحني للفيلم، فبالعكس كلهم كويسين يعني، وان شاء الله خير. روان عارفه ان انت بتحضري حاجه في الفتره الجايه بعد فيلم حليم، وعايزاك تكلمينا عنها وتقولي لنا ايه، فيلم ولا مسلسل ولا ايه؟ انا بعمل فيلم ومسلسل. الفيلم كوميدي، اول مره العب حاجه كوميدي بقى، طالعه رقصه مجنونه كده كوميديه قوي، ومعايا في مدام مها احمد، معايا في نرمين ماهر واستاذ احمد صيام، معايا نجوم كتير، بس يعني لسه جاري ترشيح ليهم، فمش مش 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 عايزه اقول حد. اسمه مطربين عن الطعام، اوكي. بس وبعمل مسلسل تاني ان شاء الله في رمضان، هيكون على ام بي سي تقريبا، يعني هما في شركة في الانتاج حاجه كده. معايا نخبه من نجوم العرب فيه بقى، نجوم من سوريا ونجوم من لبنان ونجوم من الاردن ونجوم من الامارات ونجوم طبعا من مصر. فصورنا الجزء بتاع الاردن، ولسه هنيجي نصور في مصر، وهيصوروا في الامارات، وهنروح نصور في لبنان. بس يعني الامارات بقى مين معاكم من نجوم الامارات؟ والله انا لسه، لان احنا لسه ده اول في اول الحلقات، بس انا شفت نجوم من سوريا، لسه ما اتقابلتش بنجوم الامارات، بس اتقابلت من نجوم من سوريا، نجوم طبعا من مصر، نجوم من لبنان، دول اللي قابلتهم في الاول. عايزين منك بقى تقول لنا تهنئه بمناسبه العيد لكل جمهور الامارات، واكتر ذكرى كانت معاهم ايه في الفتره الاخيره، وانا عارفه ان انت ما بينك وما بين جمهور الامارات شويه، بتسافري كتير هناك. انا بصراحه دوله الامارات انا بحبها جدا، يعني من الدولات العزيزه على قلبي. انا بحب طبعا اروح الامارات كتير، بنبسط قوي ما بروحها. شعب بجد محترم، تحس ان انت في اوروبا مش في دوله عربيه، فدي من الحاجه اللي بتشدني قوي في الامارات. يعني كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ودايما الامارات بخير، والدول العربيه كلها تابعوا كل اخباري على شبكه الامارات نيوز. روان الفؤاد.